أن القدس عاصمة لفلسطين، أينما كانت القدس تبقى هي العاصمة والوجهة الإسلامية طبعا، وهي التي تحتضن والتي فيها طبعا مسجد الأقصى. إذا مشاهدينا الكرام طبعا صورة لعناصر نادي نادي الساحل طبعا، صورة لعناصر نادي الساحل تقدم لنا طبعا الصورة تضامنا مع أهلنا في فلسطين في القدس الشريفة. طبعا القدس تعاني، القدس تنادي عفوا، القدس عروس الأحلام وأميرة أرض السلام، قسما قسما سنحررها لتعود بأمن والسلام. قدس يا أرض الإسراء إني أفديك بدمائي، أقسانا أقسانا قبلتنا الأولى أحرقه حقد الأعداء. القدس تنادي يا عمر، الأقصى دهمه الخطر والغاصب دنس حرمته وحمان وقتل وسر. أديرة فيها وقيام زيتون السلام والحمام، سنحرر أرضك يا حطين، نضم صلاح الدين وأسود تسأر زاحفة، والويل لجيش المحتمل. هكذا هي طبعا تعابير الجميع يعبر لنا المعنى الحقيقي ويعبر لهذا القدس ولقدس الشريفة طبعا، تضامنا مع القدس وتضامنا مع كل الأمة الإسلامية والعربية بشكل عام. إذا مشاهدينا الكرام نمر سريعا إلى تشكيلة الفريقين، نبدأ باستعراض تشكيلة نادي الساحل الضيف، وهو طبعا نادي الساحل التشكيلة طبعا هذا المساء تضم كل من محفوظ عبيد ومحمد سالم أكباد وشيقالي مسعود وكذلك كب عليون ومحمد إيميجن وعبد الله الحبوس والمودي وكذلك أبو سي وبابا نياس وماما دومبوتش عليون طبعا عليون امبيك. بينما تشكيلة عناصر نادي كينغ واكشوت في هذه الليلة طبعا تتكون من مبارك نداي طبعا والقائد وحارس المرمى لاسينا بالو، محمد أسار، سيدي محمد رشيد والمختار طبعا القائد، ويعتبر أحد أفضل لاعبي هذا الموسم طبعا، وشخصيا معجب بهذا اللاعب القائد طبعا والمختار سيدي الملقب جيرارد، كذلك سيدي أحمد محمد عبد، وكذلك الحاج عبد العزيز الدياو ومحمد جيد ومحمود السيك، وكذلك البشير سيدي وكذلك محمد الجواد لجوات محمد عفوا. إذن طبعا نذكر كذلك بمدربي الناديين، مدرب نادي الساحل والمدرب بانجا ديابيرا، بينما مدرب نادي الكينغ الواكشوط وسيكا بابا. لا شك بأن الفريقين حتى وإن كانت الأفضلية نوعا ما لصالح نادي الكينغ الواكشوط، إلا أن الفريقين حتى من حيث طبعا آخر مباراة، لو نظرنا إلى آخر مباراة لكلا الفريقين، يعني سيكون هناك دافع عن نفسي، سيكون بشكل كبير أفضل لصالح نادي الكينغ الواكشوط، خاصة بأنه الفريق قادم من فوز أمام زعيم الكرة الوطنية طبعا نادي تفرق زينة في الجولة الثانية بهدف مقابل شيء طبعا، في حين ان نادي الساحل قادم بخساره طبعا من امام نادي الكونكور طبعا في المباراه التي خسر فيها جهود، خسر في المباراه وخسر 3 نقاط، ورفقه وزائد على ذلك انه خسر خدمات اللاعب الاول طبعا والمهندس الاول في الفريق طبعا، وهو اللاعب يسلم المراكشي الذي نتمنى باذن الله تعالى ان يعود الى رفقه وان يعود الى فريقه طبعا قادما معافى، خاصه على ان هذا اللاعب يعتبر جوهر ويعتبر احد افضل لاعبي، واسميه طبعا بالغزال الذي يقضي القاتل من العاصمه الاقتصاديه انواذبو. إذن الحكم حيدرة طبعا محمد حيدرة أحد أفضل الصافرات الموريتانية هذا سواء هذا الموسم أو في باقي طبعا أو في مباريات سابقة ومواسم تاريخية في هذه الكرة. الكرة تعود البداية طبعا انطلاقة قوية وسهلة بين أحضان الحارس، والكرة تعود، حذاري من انطلاقة البدايات، حذاري من انطلاقة البدايات. كل فريق يعني خاصة لو تمر في آخر مباريات الفريقين، يعني كل فريق تجد أنه نسبة كبيرة يعني نسبة 90% أن الفريقين يسجلون دائما في شوط المباراة الثانية. هل نشهد الليلة تغيير؟ هل نشهد هذه المساء طبعا شيء آخر، عكس آخر؟ هل نشهد شيء آخر والتعديل في الأرقام؟ كذلك سادة المشاهدين سنذكركم عزيزي المشاهد بترتيب
المؤقت طبعا للفريقين طبعا لهذه المشروع مشروع البلاي اوف في الصداره دائما ديف سيرواليب الذي فاز. شاهدنا طبعا القمه بالامس القمه الثلاثه الامس طبعا في اولى قمم مباريات الامس والانطلاقه اولى جولات الامس كانت هناك مباراه كايدي مع نادي تشكجا وانتهت بفوز كايدي بهدفين مقابل هدف واحد هناك في العاصمه طبعا او هناك في ملعب البلدي في كايدي. في القمه الاخرى طبعا كان اشبه بالكلاسيكو كانت مباراه اف سي الواليبو مع العميد الكره الوطنيه نادي الاكسار وقلب اف سي الواليبو الطاوله على نادي على عفوا نادي الاكسار بهدف مقابل شيء وقلب التاخر بهدف مقابل شيء الى هدفين مقابل هدف وليحافظ بذلك على الصداره وليذهب رويدا زحفا الى لقب البطوله طبعا للمره التاسعة في تاريخه. إذا كذلك في آخر القمة كانت البارحة وهي قمة الحديدية التي شاهدنا البارحة قمة تفرح زينة مع نادي الكونكور طبعا والتي شهدت إثارة حقيقة رائعة جدا إثارة كل الإثارة وكانت الندية الواضحة بين سواء بين الزعيم أو بين نادي الوئام طبعا صاحب آخر الألقاب طبعا ألقاب نادي الكونكور في عام 2017 الكرة لعليون يبحث عليون هذا خطير وسريع سريع ومكير نفس الوقت طبعا يسألوا عناصر ومدافعي نادي تفرق زينة. شاهد في مباراة طبعا كذلك ما يحتسب لي هذا الفريقين بأنهم هما الفريقان طبعا لا أقول الفريقان الواحدان والعكس الآن هذا الفريق طبعا في نادي الساحل وهو أول فريق هذا الموسم لي طبعا للتذكير بأنه هو أول فريق هذا الموسم فاز على نادي تفرق زينة بعد العودة من التوقف الدوري. الكرة مرور بجانب الساحل ولكن بعد الكرة وهي بعد الكرة فرصة كانت خطيرة جدا تعود مرة ثانية من جانب الساحل. الساحل يريد البدايات وهناك الساحل يريد البدايات ويبحث العكس الصحيح طبعا نادي كينغ الوكشوت يبحث عن النهايات وكينغ ولكن سال بين احضان الحارس المرمى. فرصة كانت خطيرة من جانب عناصر نادي كينغ الوكشوت بألوانهم البيضاء طبعا تلعب على يمين الشاشة عزيز المشاهد طبعا وعلى يسار الشاشة عزيز المشاهد هناك نادي الساحل الواليبو الساحل طبعا الساحل الساحل كل الساحل ولكن الكرة تعود او طبعا قلت بان الفريقان يعتبر طبعا لديهم فرصة كافية او لديهم طبعا انجاز وهو طبعا ان فريق الساحل هو اول فريق هذا الموسم او في هذا السيزون فاز على نادي تفرق زينة بهدف مقابل شيء نفس النتيجة فاز بها نادي كينغ روكشوت في اخر لقاء له طبعا كان امام نادي تفرق زينة وهزمه بهدف مقابل لا شيء طبعا يعني لو تنظر الى نتائج نادي تفرق زينة كل مباراة التي خسرها بهدف مقابل شيء هدف مقابل شيء في انتظار ماذا سيحدث في القمة القادمة باذن الله تعالى قمة القمم أو مباراة الدوري إن صح التعبير بين الوصيف والمتصدر بين تفرق زينة والوادي وبين الكلاسيكو بين من يتحمل أو بين من كان له تاريخ على الكرة الجاية اليسرى ولكن افتقاد مرة ثانية وتمرير وكرة والحكم ماذا يشير الحكم على ما يبدو أنه يشير إلى خروج الكرة إلى ضربة مرمى على ما يبدو نعم الحكم يشير إلى خروج الكرة ومبدا السلامه طبعا يخرجها حارس مرمى طبعا نادي حارس مرمى طبعا نادي كينغ الوكشوت وهو الحارس امباك انتياي طبعا قلت بانه هو القائد هذه الليله نعم الحارس امباك طبعا هو القائد هذه الليله ولا يمل طبعا باستقبال هدف خاصه في اطار قبل انتهاء شوط المباراه الاول قلت انه في تاريخ الفريقين هو طبعا في اطار المباريات الفريقان طبعا في اخر خمس لقاءات بين في كل المسابقات يعني كل فريق لم يسجل سوى في الدقائق في شوط المباراه الثاني يعني لم يسجلوا ابدا في شوط المباراه الاول مما يعني لنا بان الفريقان طبعا دائما ما يكون الصراعات التكتيكية والصراع طبعا الشوط الثاني والمعروف أن شوط المدربين دائما ما يأتي بثماره على وجه الخصوص بين الناديين. الكرة تعود مرة ثانية
تعود الكرة مرة ثانية لعناصر نادي الساحل على الجهة اليسرى، حذاري وبعيدة وإبعاد الكرة، ولكن ليس بشكل لازم عملية المرور، الحكم لا يشير إلى شيء. مواصلة اللعب، تلعب الكرة على الجهة اليسرى لعناصر نادي الكينج الوركشوب لملوك العاصمة، ولكن تستعاد الكرة من جانب راس نادي الساحل وتلعب مرة ثانية. تمريرات طبعا خاطئة من جانب جناح أو لاعب نادي الساحل، الكرة تغيير اتجاه اللاعب من جانب المختار، طبعا سيد المختار القائد هذه الليلة. الكرة على الجهة اليسرى، على الجهة اليسرى، والكروس عدى وبعيدة لمن ليست لأحد، تعود مرة ثانية، مشروع مرتدة، السرعة المطلوبة تقريبا شاهد معي في الصورة، يعني مساحة أكبر من اللازم يتركها عناصر نادي كينج روك شوت في المساحة طبعا، وهذا دائما ما يكون يعني من عوامل الهتاف التي دائما ما تخلق في هذا النوع من المباريات. إذا مشاهدينا الكرام، كذلك سنذكركم بالمباراة التي سوف تكون في بعد هذه المباراة، طبعا سيكون هناك دربي عسكري خالص بمعنى الكلام، ألا وهو الدربي الذي دربي طبعا الذي سيحتضنه طبعا هنا ملعب الشيخ عبيدية، سيكون بين الشرطة والحرس الوطني طبعا، هذا الدربي الذي سينطلق الساعة 7:40 قبل الدخول في مجموعة الهبوط في الجولة الثالثة طبعا من مجموعة أو عفوا يعني هذه بداية الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط، يعني بين الشرطة والحرس، بين الناديان طبعا اللي يعتبر أكثر فريقان تتويجا على مر التاريخ في هذه المسابقة، في مسابقة الدوري، سواء نادي الشرطة اللي يملك في جابه 9 ألقاب في الجهة المقابلة، نادي الساحل أو عفوا نادي الحرس الوطني يملك في جابه 7 ألقاب طبعا، ويعتبر ولديه طبعا رقم تاريخي، ولكن الرقم على ما يبدو، على ما يبدو أعتقد بأنه في طريقه من اجل المعادله من جانب اف سي نويبو. اما ما هو الرقم؟ بكل تاكيد الرقم هو ان نادي الحرس الوطني هو اكثر طبعا فريق تتويجا بالدوري بعداد المرات المتتاليه، طبعا توج في الدوري طبعا باربع نسخ متتاليه. اف سي تفرق زينه هذا الموسم يريد ان يعدل ويريد ان يكسر العقده ويريد ان ياتي وان ياتي اسمه مره ثانيه باحرف من ذهب على مر التاريخ ويريد المناصفه، ولكن السؤال المطروح، هل سيعادل نادي تفرق او هل سيعادل على البرتغالي هذا الموسم طبعا التتويجات التاريخية لنادي الشرطة الذي قلت بأنه سيواجه هذا المساء، طبعا المباراة لن تكون سهلة حيث بأنه سيكون الضيف على نادي الحرس الوطني في هذه الليلة. الكرة تعود وخطأ طبعا لعناصر كينج عن طريق أو الخطأ للاعب سيد المختار اللي قلت في بداية المباراة أنه يعتبر ما شاء الله يحظه انه يعتبر من افضل لاعبي فريق كينج روك شوت طبعا سواء هذا الموسم او عبر المواسم السابقه. الكره تعود في وسط الميدان، شاهد معي الصوره، دائما ما اشعر بان عناصر نادي الساحل يعني تجد بعض من المساحات، يعني وهذا نوع من المساحات خطير جدا خاصة على المرتدات القاتلة يا كينج يا روك شوت، وبالتالي يجب على عناصر نادي كينج ان تقلل من المساحة، تقلل يعني من المساحة، ويلزم دائما ان يكون في، يعني اتحدث عن اي فريق، يعني شخصيا انا محايد ولكن اتحدث على انه الفريق اللي يخسر كرة يجب ان يكون دائما ما يكون واحد ضد واحد، يلزم ان يكون لديه طبعا عناصر على الجهة اليسرى لديه فرصة، ولكن كان بالامكان انه يسجل ويسدد عفوا، ولكن قرار التمرير عاد بعدم طبعا من التمرير. الكره تعود على نادي الساحل، تمريرات لا زالت، ولا زلنا نحتاج لهدف، ولا زلت متعطش لهدف، ولا زال كل مشاهد وكل مشجع وحتى المشاهد الجالس في المنزل لا يزال يريد هدف لاشعال المباراه، لاشعال النار هنا في هذا الجو الحار طبعا، طبعا في هذا الجو طبعا جو طبعا الحار هنا في العاصمة طبعا روك شوت، وكل كذلك في العواصم الداخلية. إذا الكرة تعود وإصابة خطأ طبعا لمصلحة عناصر نادي كينج روك شوت، قلت بأنه دربي العسكر بمعنى الكلام بين الشرطة والحرس الوطني في افتتاح الجولة الثالثة من بلاي داون، بعد ذلك سيكون هناك مباراة الكتية مع مدينة ترارزة
الكدي طبعا سيكون مع مدينة ترابز الساعة الرابعة والنصف طبعا يوم الأربعاء القادم بحول الله تعالى. بعد ذلك في المباراة الأخرى سيكون يعني المباراة الأولى ستظل الكدية بين الكدية ومدينة ترابز، سيكون المباراة ستكون الساعة الرابعة والنصف طبعا في زوالات، وبعدها طبعا ب 30 دقيقة أي نصف ساعة طبعا سيكون هناك انطلاقة هنا من العاصمة وفي ملعب شيخ أبو دير مباراة سليم كانساتو مع شباب الميناء، في حين بأنها ستختتم طبعا بمباراة انتر نواكشوط الذي قلت بأنه يبدو لي مع الأسف أنه في طريقه للسقوط ولمغادرة دور الأضواء، سيواجه في مباراته الثالثة في بلاي داون طبعا فريق الجيش الوطني، قبل أن نعود يوم الأحد 23 مايو طبعا المقبل بإذن الله تعالى. وسيكون هناك افتتاح الجولة الرابعة من البلاي أوف أو البلاي أوف، نعم سيكون هناك مباراة الإكسار مع الكونكور طبعا في القمة الثانية، في حين السحل يستضيم بتشجع وكهدي سيواجه طبعا نادي نواكشوط كينغ، في حين تختتم بالكلاسيكو بين تفرق زينة ونادي اف سي نواذيبو طبعا في هذه الجولة الرابعة من البلاي اوف طبعا المقبلة بإذن الله، في حين ان الجولة الرابعة من البلاي داون طبعا تشهد مواجهات الاخرى لا تقل قيمة عن مواجهة البلاي اوف، حيث ان الجيش يصطدم مع نادي شباب الميناء، في حين الشرطة مع مدينة ترابز، الحرس مع الكدية وسنين مع كيهيدي طبعا او عفوا سنين مع انتر نواكشوط، يعني كيهيدي ان شوت في الـ في الـ في البلاي اوف. طبعا الكره تعود رامي تماس، طبعا لا شك بان نادي الساحل هذا الموسم يعني لبى النداء ولبى ما عليه ان يلبي، الا وهو ضمان رسمي للتواجد في بطوله الدوري الوطني لكره القدم الموسم القادم باذن الله تعالى، وهذا ما حققه طبعا الفريق، وحتى انه هذا ما كان عليه طبعا، وهذا كان هو طموح الاداره وطموح المشاهد وطموح المشجع لنادي الساحل طبعا بشكل كبير جدا. بعد ذلك يعني المواجهات البلاي اوف طبعا هي تعتبر تحصيل حاصل على ما اعتقد من جانب عناصر نادي الساحل، وسيلعب طبعا بكل قواه وسيلعب بكل الامكانيات التي يملك، المهم انه حقق الاهم الا وهو بانه ضمن رسميا التواجد في موسم القادم. وفي الجهة المقابلة عناصر نادي كينغ نواكشوطية الأخرى لا تقل قيمة عن عناصر نادي الساحل. الكرة على الجهة اليسرى الكروز وبعيدة، وعلى الجهة اليسرى لا زالت لم تمر الكروز برافاليو بالراس خلصها، ولكن لم يلحق بها إبعاد الكرة من جانب عناصر الساحل، تمريرات على الجهة اليسرى الكرة تعود من جانب عناصر الساحل، ولكن إفساد الكرة وتعود إلى طبعا الحارس المرمى. كذلك للتذكير بأن الفريقان لديهم طبعا رقم يعني رقم إحصاءات تاريخية هنا في هذا الموسم، وكرة بعيدة ولكن الكرة تسديدة وقريبة جدا بين أحضان حارس مرمى نادي الساحل الوطنية طبعا محفوظ عبيد. طبعا قلت بأن الفريقان طبعا لديهم تاريخ، وهو الفريقان طبعا لديهم طبعا تاريخ بأن الفريقان يعني كل يعني في حالة تقدم سواء في حالة تقدم الساحل يعني هذا الموسم يعني في كل المباريات التي لعب فيها يعني في حالة تقدم لم يخسر أبدا، يعني في حال تقدم في بداية المباراة أو في حال تقدم في النتيجة لا يخسر أبدا، لا يعرف طعم الخسارة أبدا، قد يعرف طعم التعادل ولكن لا يعرف طعم الخسارة. في الجهة المقابلة كذلك نادي كينغ نواكشوط والآخر لا يعرف طعم الخسارة في حالة طبعا بغت بالتهديف، وبالتالي نحن أمام معركة حقيقية، نحن أمام إحصائيات توثق لنا وتعطينا الصورة التامة طبعا، وتجعلك عزيزي المشاهد أنت الآخر في الصورة الحقيقية، ولتعرف بعض من إحصائيات الفريقان طبعا طيلة هذا السيزون قبل فوات قبل نهاية هذا الموسم الكروي الحقيقة، الموسم الطويل الذي طبعا شهد طبعا تغييرات لأسباب طبعا بسبب فيروس كورونا الذي اغتصب كل العالم
فقط ليس على مستوى افريقيا واوروبا او على مستوى اسيا، الكره تعود لعناصر نادي الكينج روكشوب على الجهه اليمنى حتى الان بدون مس الرموز وبدون هجمات حقيقيه، يعني هجمات الحقيقيه البعض يتساءل ما هي الهجمات الحقيقيه؟ الهجمات الحقيقيه اطلقها انا شخصيا على المعروف في المعروف بشورت اون تارجت، يعني التسديد على الهدف، يعني التسديد بين الخشبات الثلاث، وبالتالي لم نشاهد التسديدات القويه، لم نشاهد المرتدات القاتله، لم نشاهد طبعا الانفجار الهجومي، لم نشاهد طبعا الصمود الدفاعيه الجدار، يعني القوه الهجوميه لكلا الفريقين ولا القوه الدفاعيه لكلا الفريقين. حتى الان لا يزال رتم المباراه نوعا ما عادي جدا، لا يزال رتم المباراة منخفض نوعا ما، وهذا لأسباب، أولا لأسباب طبعا درجة الحرارة هنا بالعاصمة، ثانيا طبعا على ما أعتقد وقلت في بداية المباراة بأنه الفريقين تشعر على أنهم دائما ما يكون في شوط المباراة الثاني تدخلهم روح جديدة، تدخلهم قوة جديدة، يكون لديهم روح جماعية أخرى، يعني لا 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 أعرف كل مدرب ماذا يقول لأبنائه، ماذا يقول لهم بين الاستراحة بين الشوطين. إذا تعود الكرة على الكرة على الجهة اليسرى، حاولت المرور من الأول ومن الثاني وخطأ الحكم، نعم خطأ، نعم واضح جدا خطأ طبعا يرتكب على لاعب نادي كينج روكشوب، وهو اللاعب طبعا رقم 10 اللاعب محمد جيد، وستلعب الكرة طبعا سيلعب الكرة القائد وسيدي محمد، وعفوا سيدي المختار، عفوا سيدي المختار، الحكم طبعا حيدر، الحكم حيدر طبعا ثلاثة مهندسين واقفين على أو لا عفوا مهندسين طبعا واقفين على على الكرة ويبحثان طبعا عن عن أول عن أول الأهداف، على ما أعتقد بأن الكرة ستكون مغوصة من جانب لاعب السيد المختار الذي هو الأقرب لتنفيذ الكرة، شاهد معي كيف يقف، شاهد معي الطريقة التي يقف بها، على ما أعتقد أنه هو الأقرب لتنفيذ هذه الكرة، الكرة لسيد المختار، سيد المختار يلعب سيد المختار ولكن على الجهة اليسرى، لا قرار وكرة وسالب بين أحضان الحارس مبوتش، الكرة سالب بين أحضان حارس المرمى مبوتش طبعا بدون خطورة طبعا تذكر حتى الآن في شوط المباراة الأول، حتى الآن في دقائق شوط المباراة الأول بدون ضغوطات تذكر، بدون ضغوطات طبعا 24 دقيقة طبعا مضت على على شوط المباراة الأول، الكرة على الجهة اليمنى من جانب عناصر نادي الكينج روكشوب، تعود الكرة على الجهة اليسرى، الكرة تعود على الجهة اليسرى، الكرة تعود وركنية، ركنية الأولى في هذه المباراة لعناصر نادي الكينج روكشوب، أول ركنية لعناصر نادي الكينج روكشوب في هذا اللقاء، تلعب الكرة الركنية طبعا ننتظر، وشاهد معي عزيزي المشاهد سبع لاعبين وتنفذ الكرة بالراس، خلصها ولكن بعيدة الكرة بالراس، ولكن تذهب بمحاذاتها القائم وتذهب إلى ضربة مرمى لصالح عناصر نادي الساحل في هذا المساء، الكرة ضربة مرمى لصالح عناصر الساحل في هذا اللقاء، طبعا هي الركنية الأولى في هذا اللقاء، رويدا نشاهد نادي كينج روكشوب يتقدم نحوه وبدأ يودد، رويدا بدأ يودد عناصر نادي الساحل، ويجب على عناصر نادي الساحل أن تستفيق قبل تلقي هدف المباراة الأول. الكرة تعود مرة ثانية على الجهة اليسرى، على التماس طبعا الكرة على التماس، كرة التماس لصالح عناصر نادي الساحل، الساحل الساحل كل الساحل طبعا والعاصمة الاقتصادية الويب التي تشهد هذا الموسم طبعا حضور لثلاث فرق طبعا تمثل العاصمة الاقتصادية هذا الموسم طبعا، ألا وهي فريق إفس الويب ونادي الساحل، كذلك سليم كاسادو الذي يعود، والآخر سليم كاسادو الذي طبعا يأمل هذا الموسم، سليم كاسادو صاحب لقب بطولة الدوري الموريتاني طبعا في مناسبتين
بينما نادي الساحل ممثل ثالث للعاصمة الاقتصادية لا يملك في رصيده عبر تاريخ البطولة طبعا لا يملك في رصيده أي بطولة طبعا في الدوري الموريتاني لكرة القدم. في الجهة الأخرى طبعا عناصر نادي يافس الوالبو اللي تمتلك طبعا وهي تعتبر ثاني أكثر فريق تتويجا طبعا من حيث الترتيب ثاني أكثر فريق تتويجا في عداد هذه البطولة حيث يملك 8 ألقاب ويبحث هذا الموسم عن اللقب التاسع في تاريخه والرابع في الرابع طبعا على التوالي. يذكر بأن أن على مر التاريخ يعتبر أكثر فريق تتويجا بدور الموريتاني وفريق الشرطة الوطنية طبعا اللي تمتلك 9 ألقاب عبر تاريخ هذه البطولة. الكرة تعود ومحاولة ولكن خطأ يشير إليها حيدرة حكم اللقاء. طبعا الحكم حيدرة قلت بأنه يعتبر أحد أفضل حكام الكرة القدم الوطنية طبعا محمد حيدر رفقة عديد من الحكام الوطنيين. الكرة تعود مرة ثانية افتكاك والحكم يشير إلى الخطأ من جانب عناصر نادي كينغر واكشوت. خطأ وخطأ طبعا نعم خطأ يعني خطأ طبعا يشير إليه حكم لقاء محمد حيدر. خطأ لعناصر نادي الساحل وعناصر طبعا نادي الساحل وعلى التنفيذ على ما يبدو انه المدافع سيكون هو شيقالي مسعود. شيقالي يلعب الكره بعيده وسهله بين احضان الحارس طبعا كانت كره بعيده وقويه جدا كانت على طريقه تسديدات النجم الكبير طبعا النجم طبعا الكبير روبرتو كارلوس وكره بعيده على الجهه اليسرى تغيير والاولى كاد بالسيد المختار المايسترو ولكن مره ثانيه وتسديده ولا زال الخطر ولكن الخطر يبعث وينقسم الخطر ويتحول الخطر من عناصر نادي كينغ الى عناصر نادي الساحل الوطنيه. الكره تعود على الجهه اليمنى تغيير والسرعه المطلوبه ولكن الاقرب للمدافع وفي الاخير اخراج الكره الى ركنيه لصالح عناصر نادي كينغ روكشوت. الركنيه الثانيه مقابل ولا ركنيه لعناصر نادي الساحل ولكن حذاري من عناصر نادي الساحل لانه معروف المثل اللي يقول خير الكلام ما دل وقل يعني ما قل ودل عفوا خير الكلام ما قل ودل طبعا وبالتالي حذاري من يعني كثرة الركنيات. الكرة تعود للكروز وكرة سهلة بين احضان الحارس امبوتش. حذاري طبعا من عناصر نادي الساحل اللي تعتبر يعني على طريقة دائما ما يكون طريقة لعب نادي الساحل يعني معروف انه يعني الفريق ما شاء الله اللي يعجبني في هذا الفريق انه يلعب على امكانيات اللي يملك وبالتالي دائما ما يكون طبعا متراجع الى الخلف يلعب على المرتدات القاتله وبينما طبعا لا بينما في الجهه المقابله عناصر نادي كينغ روكشوت طبعا لا ليست بالبعيده عن طريقه لعب نادي الساحل ولكن شخصيا ارى بان نادي كينغ روكشوت يعتبر طبعا هو اكثر انفتاح للعب من عناصر نادي الساحل. الكره تعود طبعا نادي كينغ روكشوت اللي قدم مواسم ماضيه ما شاء الله مواسم كانت متميزه جدا مواسم كانت محترمه يرفع لها القبعه. الكره تعود والى رابي التماس طبعا نصف ساعه على انطلاقه المباراه طبعا هنا في استاد الشيخ عبيديه طبعا هنا على الساعه المباراه انطلقت على الساعه الرابعه طبعا هنا على نجيله ملعب المرحوم الشيخ عبيديه وفي اطار الجوله الثالثه من مجموعه البلاي اوف البطوله بينما طبعا قلت بان ستبدا الجوله الثالثه طبعا من منافسات مجموعه البلاي داون الهبوط هذا الليله طبعا بمواجهه عسكريه حديديه ناريه كرويه بامتياز التي تجمع بين فريق الشرطه مع الحرس الوطني. الكره ركنيه الركنية طبعا الأولى لعناصر نادي الساحل تنفذ الركنية وبعيدة بالرأس خلصها ولكن الكرة بعيدة وفي الأخير الكرة خارج أرضية الميدان وإلى خطأ على ما يبدو يشير إليه حكم اللقاء نعم
خطا على ما يبدو يشير اليه حكم المباراه بالسلامه اصابه لحارس مرمى نادي كينغ روكشوت ولاعب نادي الساحل طبعا. والحكم اللقاء يستدعي طاقم طبي لتقديم الاسعافات الاوليه. يبدو لي انه الاصابه على يبدو انها اصابه خطيره طبعا. هل نشاهد في الصوره مدرب نادي كينغ روكشوت بابا طبعا سيك بابا يوجه تعليمات الازمه لمحمد جي طبعا اللاعب رقم 10. وفي الجهه المقابله طبعا المدرب طبعا بانكا يوجه طبعا هو الاخر كلام لهمزه الوصل لفريق الساحل ومحمد ايميجين. طبعا همزه الوصل اللي يقول يعني هزمه الوصل يعني الربط بين الهجوم والدفاع. شاهد معي كذلك قام باستدعاء لاعب الجناح على الجهه اليسرى طبعا هو اللاعب رقم اللاعب طبعا اللي يرفد او الذي يحمل الفانيلا رقم 3 طبعا هو اللاعب كبا عليون. طبعا تنفذ الكره طبعا لصالح عناصر كينغ روكشوت. الكره تلعب في الجهه اليسرى ودخول طبعا للاعب نادي كينغ عفوا للاعب نادي الساحل طبعا الدخول وتلعب الكرة على الجهة اليمنى. تغيير اتجاه اللاعب بعيد وتخرج الكرة إلى رامي تماس لمصلحة نادي الساحل. الكرة رامي تماس لمصلحة نادي الساحل في هذا اللقاء. طبعا هي يعني نظريا في شوط المباراة الأول أو دراسة أو تحليل لشوط المباراة الأول يعني نظريا ما شاهدناه من جانب عناصر نادي كينغ روكشوت أنه دائما ما يعول على الجهة اليسرى طبعا للفريق بحكم طبعا على انه الجهه اليسرى طبعا هي الانشط على ما يبدو لحد هذه اللحظه. اتكلم بالاحصائيات بالارقام على انه يعني لو تشاهد اكثريه الهجمات دائما ما تكون على الجهه اليسرى. في الجهه المقابله عناصر نادي الساحل لا تزال وواضح جدا التاثير الواضح لاصابه ولغياب طبعا اللاعب ياسم المراكشي طبعا المهاجم ولا الفريق والبسمه الفريق. الكره تعود على الجهه اليسرى يا سلام مرور وتلعب الكرة ولكن الكرة قلت واعتقدت على ان هناك لاعب قادم من اجل تسديد صاروخ قادم من بعيد ولكن الجهة اليسرى بالمقابل هجمة مرتدة لعناصر نادي كينغ والكروس وبعيدة وسهلة. نعم الكرة بعيدة وسهلة لحارس المرمى بوش طبعا حارس مرمى نادي الساحل. كانت فرصة خطيرة جدا من عناصر نادي الساحل اللي قلت بأنها واضح جدا التأثير من إصابة اللاعب ياسم الذي غادر طبعا العاصمة نواكشوط بعد الإصابة مباشرة إلى العاصمة الاقتصادية وذهب عبر طائرة خاصة طبعا من أجل طبعا الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. الكرة تعود لصالح عناصر نادي الساحل. إصابة طبعا لأحد لاعبي نادي الساحل وهو الكابتن القائد الرقم 14 طبعا هو اللاعب رقم 14 طبعا من جانب عناصر نادي الساحل ساقط وهو شقالي ماسود. طبعا شقالي ماسود بالسلامات للاعب شقالي طبعا بالسلامات. نتمنى ان لا تكون الاصابه خطره ودخول طبعا للاعب وعفوا الطاقم الطبي لتقديم الاسعافات الاوليه للاعب شقالي مسعود يا مسعود هل يكون سعد هل يكون هناك طبعا سعد. الكرة تعود وتوقيف اللاعب وحيدر يأمر بإخراج اللاعب إن لم طبعا إخراج طبعا اللاعب لتقديم الإسعافات الأولية وبعد ذلك يدخل لاستكمال ما تبقى من دقائق المباراة طبعا أو ما تبقى إن صح التعبير ما تبقى من دقائق العشر الأخيرة طبعا في شوط المباراة الأول مع رفاقه. يخرج اللاعب وسيستأنف اللاعب طبعا سيستأنف اللاعب من قبل عناصر نادي الساحل في هذا اللقاء شوط المباراة الأول. لم يعطينا حتى الآن الوجه الحقيقي للفريقين. بالتالي قلت بأنه دائما قوة الفريقين تكمن في شوط المباراة الثاني. يعني يتحدث عن الإحصائيات، أتحدث عن المواجهات، أتحدث يعني عن المباريات. كذلك في عزيزي المشاهد هناك
كذلك يعني تذكير النتيجتين الماضيتين طبعا بين الفريقين، يعني في موسم 2019 الفريقين طبعا التقيا وتعادلا بهدف مقابل هدف طبعا بين الساحل وكينغ الواكشوط في الموسم الماضي. على الكره على الجهه اليسرى، الكره لعليون، عليون يباك والكروس، ياهو وهدف، هدف لعناصر الساحل، يتقدمون يقلبون الوثيقة لتغيير الورقة من هنا كانت الورقة بيضاء تشير إلى الأصفر، تشير إلى السلبي، لتنقلب فجأة في الدقيقة 37 ولتعلن عن تقدم الساحل، ولتعلن عن تقدم للعاصمة الاقتصادية، ولتعلن من جديد شاهد معي الكروس والبوكس من جانب مدى حارس مرمى نادي كينغ الواكشوط، ولكن البوكس لم يكن بالشكل اللازم. الله الله، شاهد معي الصورة، اعطيني لو لو ان المخرج عاد الصورة قبل قليل طبعا. كان يحمل طبعا القميص رقم 26، وهو مما يعطينا طبعا الروح الرياضية. طبعا هذا الهدف يهديه إلى لاعب الفريق طبعا، لاعب باسم المراكشي الذي نتمنى بحول الله تعالى وقوته أن يعود إلى رفقه، وأن يعود هنا طبعا من أجل خدمة فريقه ومن أجل تلبية بإذن الله تعالى منتخب الوطن المرابط، لأنه يستحق ما شاء الله هذا اللاعب أن يتواجد بين طبعا لاعبي منتخب الوطني. طبعا صورة شخصية أعتبر على أنها لقطة اليوم، لو فازت الساحل طبعا لقطة اليوم، لأنه لاعب طبعا شاهدنا قبل قليل كيف أنه رفع القميص مكتوب عليه طبعا هو القميص اللي يحمل رقم 26 طبعا، وهو قميص اللاعب يسلم المراكشي اللي نتمنى بحول الله تعالى وإن شاء الله نتمنى له إصابة نتمنى له الشفاء العاجل بحول الله وقوته، وأن يعود إلى رفقه في دقائق المباراة أو عفوا في دقائق في المباراة القادمة بحول الله وقوته. الكرة تعود خطأ لصالح عناصر لصالح عناصر طبعا كينغ الواكشوط، التي تجد نفسها طبعا على قبل نهاية شوط المباراة الأول متأخرة بهدف مقابل لا شيء طبعا من إمضاء طبعا لاعب نادي الساحل، وهو على ما يبدو أنه لاعب عبد الله الحبوس. إذا تلعب الكرة، يعمل الكروس بعيد وكرة بالرأس، خلص الدفاع، إبعاد الكرة وتشديد، ونزلت الكرة في منطقة ال 18 ونزلت على حدود الخطر طبعا من جانب عناصر نادي الساحل، وتلعب الكرة، الكرة تعود الكرة تعود لصالح عناصر نادي الساحل. 5 دقائق على نهاية الشوط المباراة الأول طبعا، وهدف مقابل لا شيء لصالح عناصر نادي الساحل في قبل نهاية الشوط المباراة الأول. الكرة تعود على الجهة اليسرى، الكرة تعود محاولة المرور ولكن لم يمر ولن يتعدى، الكرة تعود مرة ثانية بعد الكرة من جانب عناصر نادي الساحل. قلت طبعا مشاهدينا الكرام أن الفريقان طبعا يعني كل فريق يعني الساحل في حال في سجل أولا لا يعرف طعم الخسارة، والعكس صحيح أن نادي كينغ الواكشوط في حال طبعا سجل أولا لا يعرف طعم الخسارة، ولكن الأرقام تتغير. كينغ الواكشوط بدلا من قلت يعني أنه لا يعرف طعم الخسارة في حالة سجل أولا، ولكن الفريق حاليا متأخر بهدف مقابل لا شيء، والأرقام حتى لا تتوجه نحو نادي الساحل اللي قلت بأنه في حال سجل أولا لا يعرف طعم الخسارة ولا المرارة. الكرة تعود على الجهة اليسرى، منطقة وسط الميدان، تغيير الكرة بشكل رائع جدا وانطلاقة، هل نشهد هدف آخر جميل على غرار هدف البارحة من أمادو باقايوقو طبعا مهاجم نادي تفرق سيناء. الكرة على الطائر وبعيدة وتسديد على الجهة اليسرى، والكابتن
والتعادل، التعادل لصالح عناصر نادي كينج. الملوك يمرضون ولا يموتون، بألوانهم البيضاء يعودون عن طريق اللاعب المختار. قلت بأنه يعتبر أحد أفضل لاعبي، قلت بأنه يعتبر أحد أفضل لاعبي، ويعود المختار ويرد علي ويقول لي لا يا شيخنا لا، نحن لن نخسر، نحن لن نخسر حتى هذه الأرقام، حتى هذه الأرقام. شاهد معي الصورة، شاهد معي الهدف. يا سلام يا سلام على الجهة اليسرى، على يسراك يا مبوتش، على يسراك. والصعبة جدا ولكن تلعب المباراة. نحن موعودون بالشوط الثاني ناري، بالشوط المباراة الثاني سيكون ناري. الانطلاقة ولكن في أوفسايد، هناك أوفسايد طبعا، تسلل لصالح عناصر كينغ الواكشوط. موعودين بشوط المباراة سيكون ثاني رائع جدا بمعنى الكلام. سيكون هناك شوط ثاني 45 دقيقة من التعب الحقيقي، من العرق، من التشجيع. يا عزيزي المشاهد، سواء كنت من المشاهدين أو سواء كنت حاضر هنا في أرضية ملعب شيخ عبيدية، جالس على التريبين، الكرة تعود لعناصر نادي الساحل. الساحل الساحل الساحل، هل يسحر الليلة؟ الكرة الانطلاقة للجهة اليسرى والأقرب، وحذاري لبوش، ولكن الكرة سهلة. وفي الأخير الكرة يبدو على أنها اختارت نادي كينغ الواكشوط في اللقطة الماضية على عناصر نادي الساحل، طبعا من جانب اللاعب عليون إبريك. الكرة تعود على الجهة اليسرى، تغيير وإبعاد، تشتيت على الجهة اليمنى، كنترول وترويض. يا سلام يا عيني، يا سلام. الكرة محاولة الكروس على الجهة اليسرى، خطير هذا سيدي المختار، خطير هذا سيدي المختار. يعني هذا طبعا يعني يلعب على طريقة اللاعب لبرونو فرنانديز، يعني هو وسط الميدان وفي نفس الوقت ما شاء الله هداف. الكرة تسديده، ولكن الكرة ركنية، ولكن قبل ذلك تصدي كراية من جانب بوش. طبعا في اللقطة الماضية تسديده تقريبا كانت في الزاوية المستحيلة، ولكن لحسن الحظ بوش قال خليك خليك انا هنا. شاهد معي، شاهد معي، يعني شوط، هذا هو ما يسمى بالشوط مونتاركيت. شاهد معي التسديده القوية، ولكن بالقفاز الايمن يبعد الكرة عن مناطق المرمى. الكرة تعود لصالح عناصر نادي كينغ الواكشوط. الكرة السهلة لصالح عناصر كينغ الواكشوط من القائد. دقيقة يتيمة واحدة قبل نهاية الشوط المباراة الأول، أما أنه سيضيف حكم المباراة الرابعة. طبعا الحكم مطا، هل سيضيف، أو عفوا ليس مطا بل الحكم ديبا سيدو، هل سيضيف دقائق قادمة أم سيكتفي بالخمسة والأربعين دقيقة؟ أعتقد بأنه لو يريد أن يضيف دقائق، أعتقد بأنه سيضيف دقيقة واحدة أو دقيقتين، يعني لن يتجاوز لا دقيقة ولا دقيقتين. طبعا لقراءتي لشوط المباراة الأول لتوقفات الفريقين، أعتقد أنه يستحقون دقيقة أو دقيقتين، طبعا لن يحتسب أكثر من ذلك. الكرة خطأ لصالح عناصر نادي الساحل. الكرة تعود، الكرة تعود وتلعب الكرة على الجهة اليسرى. محاولة وإصابة، إصابة لأحد لاعبي نادي الساحل، ساقط على أرضية الميدان. الكنترول من الحبوس، محاولة المرور وافتكاك من جانب سيد المختار، وخروج الكرة تخرج. وفي الأخير مبدأ السلامة، يعني سلامة اللاعبين وسلامة طبعا اللاعبين واي لاعب فوق كل اعتبار، مهما كانت قيمه المباراه ومهما كانت قيمه طبعا البطوله التي ينشط فيها. طبعا اللاعب محمد واللاعب الساقط على ارضيه الميدان. 45 دقيقة اكتملت، كم سيضيف حكم اللقاء؟
كم سيضيف حكم اللقاء في هذه المباراة؟ أمن الحكم حيدر سيكتفي بخمسة وأربعين دقيقة وسيصفر إلى نهاية شوط المباراة الأول. إذن سننتظر دقائق القادمة، سننتظر كم سيضيف الحكم. الكرة عموما على الجهة اليسرى، محاولة وإبعاد الكرة وعلى خط التماس وإخراج الكرة للتماس لصالح عناصر الساحل. يبدو لي وأنها ستكون آخر فرصة. هل ستكون آخر فرصة طبعا في شوط المباراة الأول قبل دخول الفريقين إلى غرفة تبديل الملابس للاستراحة بين الشوطين؟ الكرة تعود مرة ثانية على الجهة اليمنى وحاولة الافتكاك والمرور، وفي الأخير تخرج الكرة لصالح عناصر نادي كينغ روكشوت. الكرة تخرج لعناصر نادي كينغ روكشوت، الكرة تخرج وسننتظر وسنتابع هدف مقابل هدف. حتى الآن هي نتيجة شوط المباراة الأول عزيزي المشاهد، هدف لصالح عناصر الساحل تقدمت أولا، بعد ذلك فقط بأربع دقائق تعود عناصر نادي كينغ روكشوت وتعدل كفة تسديدة وبعيدة وركنية لصالح عناصر نادي الساحل. هذه الركنية الأخيرة، هل هي الركنية الأخيرة أم ماذا سنتابع؟ هل ستكون الركنية الأخيرة في شوط المباراة الأول لعناصر الساحل؟ إذن تقريبا سنشاهد، يعني حتى وإن كانت الركنية الأخيرة في شوط المباراة الأول، لا أعتقد بأن اللاعب عناصر نادي الساحل سوف تدفع كلها إلى 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 منطقة عمليات نادي الساحل، لأنهم متخوفين من مرتدة لا قدر الله طبعا على الفريق. الكرة تعود لصالح عناصر الساحل، آخر ركنية. هل هناك، يبدو لي أن هناك كلام بين المدرب وقائد فريق الكينغ اللاعب المختار. الركنية طبعا سنتابع الكروس وإخراج الكرة تتجاوز طبعا منطقة أو تتجاوز الخطأ طبعا لأسباب بسبب الرياح. ستعود الكرة، الكرة بعيدة، كرة بالراس، يكبر يكبر يكبر، الكرة هدف ثاني لصالح الساحل، يعود بها ويقول لا مجال، نحن هنا المقررين، نحن هنا من نتحكم في إطار هذه المباراة. تقريبا حتى نهاية شوط المباراة الأول هدف ثاني. شاهدت معي الكروس، شاهدت معي كيف وسوء المراقبة الواضحة من جانب عناصر نادي كينغ روكشوت جالسين طبعا، يعني كل لاعبي عناصر نادي كينغ روكشوت كانت واقفه تتفرج على طبعا على لاعب نادي الساحل وهو يسدد الهدف ويسجل هدف المباراه الثاني في هذا اللقاء والثالث في المباراه والثاني لعناصر نادي الساحل. الكره تعود لمصلحه عناصر كينغ روكشوت، تلعب الكرة على الجهة اليسرى، محاولة آخر فرصة لصالح عناصر كينغ روكشوت، ومعها بعد ذلك سيطلق الحكم المباراة محمد حيدر نهاية شوط المباراة الأول. طبعا دقائق قليلة وسنتابع الكرة على الجهة اليسرى، محاولة وإبعاد، وحتى الآن لا يزال طبعا المباراة لا تزال مشوقة ونحن موعودون. الكرة والسرعة المضروبة وإبعاد الكرة من جانب عناصر الساحل. طبعا لا شك بأن هذه النتيجة نفسية ستخدم نادي الساحل الوطني، نفسية طبعا ستكون نادي الساحل هو المرتاح الأكثر وسيدخل شوط المباراة الثاني مرتاح وسيتراجع إلى الخلف لأنه سيلعب على المرتدات القاتلة، في حين بأن نادي كينغ روكشوت مطالب في شوط المباراة الثاني بالهجمات أكثر وتكثيف من الهجمات والضغط من أجل التعادل ولمعنى الخروج بفوز بثلاث نقاط طبعا في هذه المباراة. طبعا الكرة تعود لعناصر نادي الساحل، عمليات المرور ولكن لم يمر على الجهة اليمنى، تمريرات الواحد واثنين ولكن الثالثة لم تكتمل. سقوط طبعا، سقوط وخطأ، نعم خطأ طبعا لصالح عناصر نادي كينغ. تمريرات الحكم يراقب الساعة، على ما يبدو أنه لن يتردد في إطلاق صافرة النهاية. الكرة تعود، تمريرات طويلة،
تمريرات طويلة بين عناصر نادي كينغ روكشوط ملوك العاصمة. هل سيتزع عرش العرش في هذا المساء؟ ماذا سنتابع وسننتظر؟ يلزم أن يكون ريشة في شوط المباراة الثانية مغايرة، يلزم أن يدخل بوجه آخر، بتفكير آخر، بروح أخرى، من أجل طبعا التعادل ولما قلب النتيجة في الجهة المقابلة. في الجهة المقابلة عناصر الساحل يعني أنا طبعا ما هم محتاجين قال نصيحة بيلي، فريق طبعا متفوق بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي يعني يحتاجون لثلاث نقاط أكثر منك، أكثر مني ومنك عزيز المشاهد. الكرة تعود لصالح عناصر نادي كينغ روكشوط، تمريرة، محاولة المرور. طبعا كل عناصر الساحل في مناطقها، كل عناصر الساحل في مناطقها تلبي طبعا النداء للعودة إلى الوراء. الكرة بالرأس، خلصها وإبعاد الكرة، وخطأ ومعه كارت أصفر، هدية العيد طبعا من جانب حيدرة على لاعب نادي كينغ روكشوط. طبعا هدية العيد، يقول له هذه هدية العيد، يقول له هذه هدية العيد يا هدية العيد يا سيدي محمد، هدية العيد طبعا للاعب سيدي محمد طبعا، يعني وبالتالي يعني كل شخص طبعا كل شخص يحتاج إلى هدية العيد طبعا، خاصة بأن العيد عيد الفطر المبارك طبعا يعني تقريبا أربع أيام، طبعا تقريبا أربع أيام على نهاية طبعا عيد الفطر المبارك. الكرة تعود لصالح عناصر الساحل مرة ثانية، والعودة من المرتدة على ما يبدو، ولكن لا عفوا، الكرة تعود لازالت لصالح عناصر كينغ روكشوط. تمريرات، حذاري من المرتدات وحذاري من الأخطاء، والكرة تعود مرة ثانية، الخروج بالسلامة من جانب عناصر نادي كينغ روكشوط. تمريرة وإعادة الكرة إلى خط الدفاع، إلى الخط الخلفي لعناصر نادي كينغ روكشوط. تمريرة مرة ثانية، كنترول وترويض خاطئ، الكرة تعود ومعه سيداتي يعني سادتي الحكم المباراة محمد حيدر يطلق صفارة نهاية شوط المباراة الأول بهدفين مقابل لا شيء، وتفوق لصالح عناصر الساحل على حساب كينغ روكشوط في شوط المباراة الأول. ماذا سيحدث في شوط المباراة الثاني؟ انتظرونا في ذلك، وإلى هناك تقبلوا تحياتي وأوصيكم بالدعاء لإخوتنا في غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أحبتي في كل مكان، نعود بكم مرة أخرى في شوط المباراة الثاني طبعا من مباراة نادي كينغ روكشوط الذي يستضيف هذا المساء طبعا عناصر أو فريق الساحل طبعا القادمة من العاصمة الاقتصادية نواذبه في هذه المباراة طبعا في إطار الجولة الثالثة من مجموعة البلاي أوف طبعا في آخر جولات الثلاثة من مجموعة البلاي أوف وتسديدها من مجموعة طبعا البلاي أوف التي قلت. ونعود ونذكر طبعا بنتائجها بأن أولى مباراة الجولة كانت بمواجهة كيدي مع نادي تشجيجا وانتهت بهدفين مقابل هدف لصالح عناصر نادي الكدية. طبعا سنعود إلى ذلك ولكن نعرض مرة سنعود ونذكركم بتشكيلة الفريقين. نمر سريعا إلى قائمة الفريقين. البداية بنادي الساحل محفوظ عبيد، محمد سالم وشقالي مسعود وكبة عليون ومحمد وعبد الله الحبوس والمعودي وكذلك أبو سي ومامادو بوتش وعليون بليك. بينما عناصر نادي كينغ روكشوط تتمثل في مباكي دياي ولاسينا بالو ومحمد سار وسيدي أحمد راشد والمختار سيدي وسيدي أحمد محمد عبد والحاج عبد العزيز دياو ومحمد جيد ومامادو سيك والبشير سيدي ولا يدا محمد. هذه تشكيلة عناصر طبعا نادي كينغ روكشوط التي طبعا وكذلك حكم اللقاء أو هذه المباراة يقودها الحكم محمد حيدر يساعده كحكم مساعد أول، ديالو إسماعيل كمساعد ثاني وكابر كمساعد رابع طبعا والحكم الرابع والحكم ديبا صيدو كحكم رابع. طبعا قلت بأنه في بداية الجولة الثالثة طبعا في مجموعة البلاي أوف التي تنتهي بعد هذه المباراة طبعا مباشرة ندخل في تفاصيل الجولة الثالثة من مجموعة البلاي داون البلاي أوف. الجولة الثالثة أولى مباريات كانت المواجهة بين كيهيدي وما يستضيف طبعا كيهيدي نادي تشجيجا وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدف لصالح عناصر كيهيدي في شوط في المباراة الثانية كانت المواجهة بين إفس نواذيبو مع العميد الأكثر وتهد المباراة بفوز إفس نواذيبو الذي يخطو خطوات ثابتة ولكن بعد هذه الركنية محاولة تسديدة الركنية ولكن لم تمر ومقروءة من جانب عناصر نادي الساحل. طبعا فاز نواذيبو على عناصر نادي الأكثر وانطلاق على الجهة اليسرى وإبعاد والسرعة المطلوبة ومحاولة والسهلة بين أحضان الحارس وكرة سالة بين أحضان الحارس المرمى طبعا وتعود ومشروع مرتدة لصالح عناصر نادي كينغ روكشوط. السرعة من جانب سيد المختار وخروج الكرة قلت بأنه في سنوالي مفاز على نادي الكسار. طبعا العميد فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد وعناصر طبعا عناصر نادي إف سنوايبو تخطو بخطوات ثابته نحو التتويج باللقب الرابع تواليا والتاسع في تاريخه. طبعا بينما المباراه الثالثه كانت مواجهه بين تفرق زينه والكونكورد وانتهت بفوز تفرق زينه بهدفين مقابل هدف واحد لصالح عناصر تفرق زينه. بينما المواجهه وخروج الكره والكره تخرج لا عفوا الكره لم تخرج والحكم المباراه او حارس المرمى يلتقط الكره قبل خروجها من خط المرمى. اذا طبعا هذه المواجهه الرابعه والاخيره طبعا في الجوله الثالثه وهي مواجهه نادي الساحل مع مستضيفه طبعا نادي كينغ روكشوط والنتيجه حاليا تشير الى تقدم نادي الساحل بهدفين مقابل هدف واحد طبعا بعد القلب بعد طبعا تسجيل هدف المباراه الاول من جانب عناصر الساحل. قبل بعد ذلك باربع دقائق عاد المختار سيتي وبرهن طبعا على احقيه نادي كينغ روكشوط بالتعادل وسجل هدف التعادل والسهله وسجل هدف التعادل قبل بعد ذلك طبعا وقبل نهايه شوط المباراه طبعا بدقيقتين عاد طبعا عناصر نادي الساحل مسجلة الهدف الثاني في هذه المباراة طبعا وعلى هذه النتيجة انتهت شوط المباراة الأول. وفي انتظار ماذا سيكون هناك في هذا الشوط في شوط المباراة الثاني. الكرة تعود لمصلحة عناصر نادي الساحل تلعب الكرة ولكن بعيدة بدون مراقبة وتخرج إلى رمي التماس لصالح عناصر كينغ روكشوط.
رمي التماس لعناصر كينج نواكشو تلعب الكرة مرة ثانية محاولة المرور طبعا في هذه المجموعة في طبعا مجموعة البلاي اوف طبعا لا دائما افس الوايب المتصدر طبعا حيث يملك 24 نقطة من 9 مباريات طبعا فاز في 8 لقاءات وتعادل طبعا في واحدة في المركز الثاني نادي تفرغ زينة من 9 نقاط من 9 عفوا مباريات حصد 16 نقطة في المركز الثالث العناصر الاكثر طبعا في 9 مباريات حصدت 14 نقطة وفي المركز الرابع كيدي من 9 مباريات 12 نقطة في المركز الخامس جمعية الوئام او نادي الكونكور طبعا من 9 مباريات حصد 11 نقطة وفي المركز السادس عناصر كينج الوك شوت في 8 مباريات طبعا وهذه المباراة التاسعة وفي 9 مباريات او نتحدث عن 8 مباريات الماضية حصد بها 8 نقاط وكان في المركز السادس بينما تججج ب 9 مباريات 8 نقاط طبعا والساحل بثماني مباريات حصد بها 5 نقاط طبعا قبل هذه المباراة الكرة تعود لصالح عناصر نادي الكونكورد او عفوا عناصر نادي الساحل وتعود الكرة طبعا اخر مواجهة بين الفريقين انتهت بثلاثة اهداف دون رد لصالح عناصر كينج الواكشو طبعا في الموسم الماضي الكرة تعود وتلعب الكرة تعود الكرة على الجهة اليسرى محاولة في وسط الميدان التمريرات طبعا المساحات في وسط الميدان دائما ما تكون طبعا هي العامل الابرز والحلول الابرز طبعا في هذه المباراة الكرة تعود على الجهة اليسرى ولكن بعيدة وسرعة والحارس مبوتش طبعا يلحق بالكرة قبل الخروج الى ضربة المرمى تلعب الكرة على الجهة اليمنى وخروج الكرة الى رمي التماس طبعا لصالح عناصر نادي نواكشوت كينج تلعب الكرة طبعا بجانب عناصر تمريرات طبعا من جانب عناصر نادي كينج نواكشوت في هذه المباراة الكرة تعود تنفيذ تماس لصالح عناصر نادي كينج الواكشوت تعود الكرة بعيدة وسهلة طبعا كانت الكرة خطيرة من جانب عناصر نادي عناصر طبعا نادي الساحل تنفذ الكرة على الجهة اليسرى محاولة المرور وتمرير طبعا ولكن ليست لحد وتعود الكرة مرة ثانية لصالح عناصر وخطأ خطأ لعناصر الكرة تعود ولكن الكرة كانت خطيرة جدا من جانب عناصر نادي نادي كينج الواكشوت وتعود الكرة إلى خارج أرضية أو طبعا الكرة سلب بين أحضان حارس المرمى حارس أمبوتش الكرة تنفذ بعيدة وكرة بالرأس خلص الدفاع وتعود مرة ثانية مبدأ الأسبقية لصالح عناصر نادي كينج الواكشوت محاولة المرور الكرة تمرير على الجهة اليسرى محاولات وتمريرات في وسط الميدان ولكن لا وجود لخطأ الكرة على الجهة اليسرى يتابع ينتظر ويتابع لدخول رفقه حردية على الجهة اليسرى تمريرة ثانية يتابع وتسديد ولكن بعيدة وفي الأخير خارج أرضية الميدان وإلى ضربة مرمى طبعا لصالح عناصر نادي الساحل ضربة مرمى طبعا لصالح عناصر نادي الساحل تعود الكرة طبعا للتذكير بأن نادي الساحل هذا الموسم طبعا
هذا الموسم تعادله مع الكونكورد، كذلك خسر من افس الماضي بثلاثية وفاز على الجيش، كما انه طبعا فاز على نادي تفرق زينة، ويعتبر طبعا هو اول فريق طبعا فاز على نادي تفرق زينة هذا الموسم طبعا بهدف مقابل لا شيء، بينما نادي كونكورد واخر عفوا بينما نادي كينغ روك شوت والفريق الذي فاز على نادي تفرق زينة في اخر مباراة طبعا له طبعا كانت المباراة وانتهت المباراة بهدف مقابل لا شيء لصالح عناصر نادي كينغ روك شوت. عموما سنتابع، قلت في بداية المباراة على انه نادي الساحل وكذلك نادي كينغ روك شوت دائما ما تشعر ودائما ما يكون الاهداف كلا الفريقين في شوط المباراة الثاني، ولكن سننتظر. هذه المرة على عكس الارقام، على عكس الاحصائيات، كان هناك هدفين لصالح عناصر الساحل، وكان هناك هدف من جانب عناصر الكينغ روك شوت طبعا، والنتيجة حتى الان عزيزي المشاهد تشير الى هدفين مقابل هدف لصالح عناصر نادي الساحل. اذا الكره خطا لصالح عناصر الساحل، على الكره خطا طبعا لعناصر الساحل وعفوا لصالح عناصر كينغ روك شوت. تنفذ الكره من جانب المختار سيدي محمد، ثلاثه لاعبين على او عفوا اربعه لاعبين على الكره الثابته، وحذاري لا مستحيل قد يضعها لاعب سيدي محمد في الشباك طبعا، او سيدي المختار عفوا قد يضعها في الشباك والحائط البشري من جانب عناصر الكونكور. تنفذ الكره بعيده ولكن الكره خارج ارضيه الميدان، والكره تعود الى ضربه مرمى لصالح عناصر نادي لصالح عناصر نادي الساحل الوطني. طبعا الحارس بوتش ليرتدي رقم 31، الحارس بوتش على مشارف تنفيذ الضربة المرمى. تنفذ الكرة في وسط الميدان، الكرة بالراس خلصها وإعادة مرة ثانية حملية الافتكاك وإبعاد الكرة من جانب عناصر الساحل، والسرعة المطلوبة وانطلاقة من جانب عليون بريك. عليون سريع، عليون تابع، عليون يبحث الواحد واثنين ولكن غير مدروسة، وفي الأخير افتكاك من جانب عناصر نادي الكينغ. الكينغ تتابع وتنتظر المختار، إبعاد الكرة وغوص نحو الهجوم وحذار من الخطأ، وتعود إلى بوش. الكرة تعود إلى مبوتش هذه المرة الثانية، كاد مبوتش أنه يفقد الكرة طبعا بسبب سوء التمركز. طبعا كان الحارس متقدم قليلا طبعا، وكان كاد طبعا أن يخسر الكرة. تعود الكرة على الجلمرة، التمرير ولكن المحاولة، ولكن في الأخير إخراج الكرة من جانبي وسط الميدان نادي الكينغ روك شوت، وإلى رمي التماس لصالح عناصر الساحل. الكرة تعود، محاولة التغطية على الكرة ويكسب الخطأ طبعا، لا شك قلت بأنه نادي الساحل في شوط المباراة الثاني سيكون والأقل عليه الضغط طبعا مقارنة بكينغ روك شوت، لأنه كينغ روك شوت يعني متأخر بهدف مقابل أو عفوا هدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي واللي سيدخل في ما تبقى من دقائق المباراة الثانية بأمل وأنه يعود من التعادل ويقلب الطاولة ويفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. إذا سنتابع وسننتظر، ولا شك عزيزي المشاهد بأنك ستكون متفائل في المباراة حتى وإن كنت عاشق لنادي الساحل، فبأنك ستكون سعيد جدا بهذه النتيجة وتتمنى زيادة الغلة. وفي الجهة الأخرى إن كنت عزيزي المشاهد متابع ومشجع وعاشق لنادي كينغ روك شوت، بكل تأكيد بأنك ستكون غير راضي بتاتا على هذه النتيجة، وبالتالي تأمل بتعديل النتيجة ولمالا العودة وقلب الطاولة في الدقائق القادمة ومحاولة، ولكن الكرة وإخراج الكرة إلى ركنية. هذه الركنية طبعا الأولى في شوط المباراة الثاني، والركنية الرابعة لصالح عناصر الكينغ طبعا في أطوار هذه المباراة. الركنية طبعا لصالح عناصر نادي الكينغ. الكينغ تتابع، والكروس بالراس خلصها ولكن بعيدة.
الكرة بعيدة وخارج أرضية ميدان وإلى ضربة مرمى طبعا وإلى ضربة مرمى. ولا زلنا عزيزي المشاهد سنتابع وسننتظر بانجا بانجا ديابيرا وسيك بابا طبعا حوار تكتيكي لا شك بأنه سيكون والحوار بين المدربين طبعا في عملية تغيير في عملية الأوراق اللي يمتلكوها طبعا. كذلك لتذكير بالطاقم الاحتياطي لكل الفريقين. الكرة محاولة تمرير والكرة تعود وخاطئة من جانب عناصر نادي الساحل. مرة ثانية افتكاك من جانب عناصر الساحل. مشروع مرتدة مبدأ الأسبقية نعم يعود إلى الخطأ وكارت أصفر معها طبعا هي البطاقة الثانية على عناصر طبعا نادي على عناصر نادي الكينغ في هذا اللقاء. البطاقة الثانية في على عناصر نادي كينغ طبعا الأولى كانت من جانب سيد أحمد محمد عابد طبعا اللاعب اللي يرتدي رقم 5 والثانية من جانب اللاعب رقم 7 وهو مامادو سيك. الكرة تعود عملية المرور محاولة من جانب عناصر الساحل نشاهد في الصورة عناصر الساحل طبعا بدأت تأخذ زمام المبادرة والمباراة وتتحكم في رتم المباراة رويدا طبعا. وأنه يعني يجب على عناصر الكونكورد أن تكثف وتحاول جاهدة في رفع رتم المباراة لأنه انخفاض الرتم طبعا أعتقد أنه في صالح عناصر نادي الساحل بشكل كبير جدا لأنه الضغط تهدئة الضغط سيكون طبعا له تأثير أولا نفسي وسيكون هناك التركيز الذهني الأكثر سيكون من جانب عناصر نادي الساحل. قلت عزيزي المشاهد أننا سنذكر طاقم البدلاء طبعا من جانب كلا الفريقين. ولكن بعد هذه الكره وخرجت الكره قلت بانه الطاقم اللي يجلس على دكه البدلاء من جانب عناصر الساحل مد المصطفى البشير كذلك محمد قي ابو بكر فال وعماد جوج وكذلك الشيخ مادة محمد منصور فال ومحمد دييغو وأسكار كاكا مامادونا وكذلك مامادو تيام وإسماعيل أرساك وموسى زيد مال. هذه طبعا هي دكة البدلاء من جانب دكة البدلاء التي تتواجد لصالح عناصر الساحل طبعا في هذه المباراة. بينما في الجهة المقابلة كل من أبو ديالو الحارس هو مامادو سي وسيد محمد يحيى احمد ومامادو ديوب ومالك سال وكذلك يعقوب كرديد ومولاي محمد مولاي ادريس طبعا هي الطاقم الجالس على دكه البدلاء من جانب عناصر نادي ازل الكينغ الوركشوب. اذا بالسلامات لاحد لاعبي الكينغ ساقط على ارضيه الميدان بالسلامات ودخول طبعا الطاقم الطبي لتقديم الاسعافات الاوليه ومن ثم اخذ بعض من الراحه طبعا والتنفس من جانب كلا الفريقين طبعا لاستنشاق بعض من الراحه وبعض من الهواء طبعا يعني اعتبرها بين قوسين تسمى بالكولينج بريك طبعا استراحه القصيره بالكولينج بريك. اذا تعود الكره الحكم يامر باخراج لاعب نادي كينغ وركشوب طبعا هو اللاعب اللي يرتدي رقم 9 البشير سيدي ودخول لطاقم طبي اللي يقدم الاسعافات الاوليه محفوظه. بشير سيدي وخروج لبشير سيدي والحكم سيعيد الكره الى حيث توقف اللاعب سيعيد الكره سيعود الكرة طبعا إلى حيث انتهت وستستأنف من جانب عناصر نادي الكينغ تنفذ الكرة ومحاولة من جانب عناصر كينغ الوكشوط تلعب الكرة على الجهة اليمنى محاولة وخطأ نعم خطأ واضح وكارت أصفر لصالح عناصر نادي كينغ وركشوب طبعا الخطأ
واضح جدا على من خطأ في هذه الكرة. خطأ يبدو لي وأنه على لاعب رقم 14 من جانب عناصر السحل، وهو لاعب شقالي مسعود يتلقى البطاقة الصفراء طبعا، وعلى ما أعتقد بأن البطاقة الصفراء الأولى من جانب عناصر نادي السحل في هذا اللقاء. إذن ثلاث بطاقات صفراء خرج الحكم محمد حيدرة في هذا اللقاء لحد هذه اللحظة. إذن الكرة تعود وسننتظر، الكرة تعود على تنفيذ المختار سيدي على التنفيذ. يجب على الحارس طبعا حارس المرمى مامبادو بوتش أن ينتبه من هذه الكرة مغوصة وسهلة ولم تكن بالشكل المدروس من جانب هجوم نادي كينغ الواكشوت. وتعود ثانية لحارس المرمى حارس مامبادو بوتش، تلعب الكرة بمبدأ الأسبقية من جانب عناصر نادي الواكشوت كينغ أو عفوا عناصر نادي الساحل. تلعب الكرة سهلة وتعود إلى حارس المرمى، حارس المرمى يرسل بدوره الكرة بعيدة وسهلة وتعود إلى خط الخلفي لعناصر نادي الساحل تي في أو عفوا لعناصر نادي الساحل. تلعب الكرة على الجهة اليمنى بعيدة وإخراج الكرة من وسط ميدان نادي الساحل. تلعب الكرة التمريرات والكرة الهوائيات والتمريرات القصيرة والطويلة، كل شيء يحاول من خلاله نادي كينغ أن يعود بالنتيجة. وهناك تغيير على ما يبدو واضح وسهلة من الحارس مبوتش، ويبدو أن هناك تغيير قادم عزيزي المشاهد، طبعا تغيير قادم من أبو بكر فال طبعا سيدخل بعد لحظات، ولكن من سيكون هو اللاعب الذي سيخرج من هذه المباراة؟ انطلاقة من جانب القائد، محاولة على الجهة اليسرى وإبعاد الكرة وإلى التماس، وفي الأخير الكرة إلى التماس وتبديل. نعم الكرة إلى التماس، وهناك تبديل يا سيد الحكم، هناك تبديل من جانب عناصر نادي الساحل وخروج للقائد. طبعا القائد نادي الساحل وهو الشقالي مسعود خرج، والشقالي مسعود اللي كان يرتدي طبعا شارة القيادة، ودخول طبعا للاعب أبو بكر فال على ما أعتقد بأنه مركز من جانبي طبعا تغيير من جانب المدرب بانجا دابيرا، تغيير مركز بمركز 14 يخرج ودخول اللاعب رقم 21 ويستأنف اللاعب. الكرة تعود إلى التماس لصالح عناصر الكينغ، مرة ثانية تمريرة على الجهة اليمنى طبعا، شاهد معي في الصورة يعني التحفظ الكبير لدى عناصر نادي الساحل طبعا في بعد يعني فقدان الكرة. الفريق يتراجع إلى الخلف طبعا، حتى المهاجم طبعا عليون يعني الشاهد مهاجم عليون لما الفريق يخرج الكرة يتراجع إلى وراء وسط الميدان طبعا من أجل تقديم الواجب الدفاعي للفريق. وهناك كارت أصفر الثالثة على عناصر نادي الكينغ طبعا، البطاقة الثالثة على عناصر نادي كينغ والرابعة في هذه المباراة. كثرت البطاقات في شوط المباراة الثاني، حتى الآن الحكم المباراة أخرج ثلاث بطاقات في شوط المباراة الثاني، اثنتين لعناصر نادي الكينغ وبطاقة واحدة لصالح عناصر الساحل. تلعب الكرة لصالح عناصر الساحل تلعب الكرة بعيدة وسهلة وفي الأخير إلى ضربة مرمى لصالح عناصر كينغ الواكشوت. يستأنف الكرة، تمريرات طبعا، انخفاض الريتم نوعا ما في هذا اللقاء، انخفاض ريتم المباراة طبعا في هذا اللقاء. على اليسار ولكن سهلة وفي الأخير الكرة تعود لصالح عناصر نادي كينغ الواكشوت. قلت بأن انخفاض الريتم في هذه المباراة واضح جدا، يعني
انخفاض الرتم في هذه المباراة واضح على كلا الفريقين، ولكن هذا طبعا يحتسب، وهذا طبعا يعتبر شيء كبير جدا، وهذا يصب أكثر فأكثر في مصلحة نادي الساحل. طبعا هذا يعني هذا التراجع من جانب عناصر نادي كينغ روكشوت، يعني كل دقيقة تمضي على عناصر نادي نواكشوت كينغ، يعني تمضي وعلى أنها يعني كل دقيقة هي كل ثانية على عناصر نادي كينغ روكشوت. طبعا والفريق يبحث عن العودة، ولكن يجب أن يكثف من الهجمات، يجب أن يكثف من الهجمات من أجل طبعا العودة في اللقاء. طبعا حتى أنه يعني عزيزي المشاهد، يعني الساحل في حال حافظ على هذه النتيجة سيقفز إلى المركز السادس برصيد 8 نقاط. طبعا سيقفز إلى المركز السادس وسيتراجع تشكجا وكينغ الوكشوت كينغ إلى المركزين طبعا السابع والثامن على التوالي. الكرة تعود لصالح عناصر الساحل، بينما الساحل أعينه على المركز السادس، ولما لا التقدم إلى الأمام أكثر فأكثر. خطأ من جانب عناصر نادي نواكشوط، ولكن حكم اللقاء يعود إلى الخطأ لصالح فريق الساحل، أو عفوا لا لصالح عناصر نادي كينغ نواكشوط. خطأ لصالح عناصر كينغ نواكشوط، وهناك ثلاث تغييرات دفعة واحدة من جانب عناصر كينغ روكشوت. ثلاث تغييرات ستكون في انتظار المدرب. طبعا سيك بابا تلعب الكرة بينية وبعيدة والكرة إلى رامي تماس، والتغيير نعم سيكون هناك تغيير، ولكن يستنف اللعب ثلاث تغييرات. هل ستأتي بثمارها من جانب المدرب بابا سيك، اللي يأمل بكل تأكيد أنه يعود في النتيجة، ويأمل بكل تأكيد أنه يقلب الطاولة على عناصر نادي الساحل، وهو ليس بالأمر الهين. طبعا 15 محل 7 و23 طبعا 23 مقابل 10. محمد جيد وماما دوسي و91 طبعا لاعب رقم 91 سيدي محمد يحيى. ثلاث تبديلات، سيدي محمد طبعا دخل، والآخر نعم سيدي محمد، من سيخرج؟ رقم 9 البشير سيدي. طبعا تغيير مركز بمركز، نعم واضح جدا تغيير مركز بمركز. المدرب لا يريد أن يعود إلى الخلف، ولا يريد نفس الوقت على أن يضيع على نفسه طبعا 3 نقاط طبعا غالية، وبالتالي قام بتغييرات يعني في هذا اللقاء. 5 ركنيات لعراس نادي كينغ روكشوت. طبعا القائد المختار سيدي على التنفيذ، المختار جيرارد يلعب الكرة بالراس، خلصها الدفاع ولا زالت الدربكة، وتعود مرة ثانية من جانب عناصر نادي كينغ روكشوت. عملية المرور، تغيير من جانب المختار سيتي، وإبعاد وتشتيت الكرة، والسهلة وحذاري، والسرعة المطلوبة من جانب عناصر نادي الساحل، السرعة المطلوبة. خلص، ولكن لم يقدر عليه خلص، وفي الأخير الكرة إلى ضربة مرمى. التغطية كانت رائعة جدا من جانب عناصر أو مدافع نادي كينغ روكشوت في العملية الماضية، وتلعب الكرة ويبقي على أمال فريقه قائمة طبعا في إدراك
هناك التعادل ولما لا قلب النتيجة في دقائق المباراة القادمة. تلعب الكرة على الجهة اليمنى في وسط الميدان، محاولة البناء الهجمة، ونشاهد في الصورة كيف أن نادي الساحل يتقاط وعلى الجهة اليسرى وبعاد وبعيدة ولم يلحق بالكرة، وخروج وسقوط طبعا يخرج، وفي الأخير خرجت الكرة وسقط على منطقة وسقط على نجرة الملعب. وعلى ما يبدو أن هناك تغيير، ليس هناك تغيير، وستلعب الكرة من ضربة المرمى من جانب عماد بوتش، مامادو بوتش وليس عماد بوتش. تنفذ الكرة بالرأس من جانب عناصر الساحل، تعود مرة ثانية استعادة من جانب عناصر كينغ الوك، شغل وفراد، ولكن بوتش حاضر يقوم بالتصدي للكرة. بوتش قدم حتى الآن مباراة طيبة، هذا بوتش يذكرني البارحة بحارس مرمى الكونكورد، بالرغم من أنه خسر فريقه إلا أنه قدم مستوى طيب جدا، ألا وهو الحارس أمادو فال، نعم حارس نادي الكونكورد طبعا، اللي شخصيا البارحة ما شاء الله قدم مباراة طيبة، وحارس مستقبل واعي جدا هذا الحارس، حارس نادي الكونكورد رفقة حارس نادي الساحل. الكرة تعود مرة ثانية، التمريرات الواحد واثنين والثالثة، وكارت أصفر واضح، كارت أصفر، نعم كارت أصفر على لاعب نادي الساحل طبعا، وهي البطاقة الثانية، الكرة كارت أصفر طبعا على لاعب نادي نادي الساحل، وهو عبد الله إدريس. شاهد معي في الصورة، شاهد معي الفرصة اللي ضيع طبعا، الفرصة الضايعة من جانب عناصر نادي نواكشوت كينغ، اللي ضيع طبعا الفرصة اللي ضيعها اللاعب مامادو سي طبعا، اللي دخل قبل قليل لاعب مامادو سي في محل البشير، او عفوا ليس بل في محل مامادو سيك. الكرة تنفذ من جانب المختار سيدي ينتظر، مختار سيدي ويحاول ان يلعب الكرة مقوسة، ولكن مقوسة، وبالتالي كرة سلة بين احضان حارس مرمى نادي الساحل الحارس امبوتش. تلعب الكرة بعيدة، الكرة وتعود لصالح عناصر نادي الكرة تعود ويبعد من جانب عناصر نادي الساحل، تدخل بالراس خلصها ويبعد الكرة على طريقة المقصية من جانب عناصر نادي الكينغ. تعود الكرة تنفذ مرة ثانية، تعود وتغيير اتجاه لاعب كنترول ولكن لم يكن بالشكل المطلوب، وإبعاد الكرة واستخلاص مرة ثانية، وتدخل كان خطأ، نعم تدخل حذاري يا عبد الله الحبوس، حذاري، لديك كارت أصفر، وإبعاد الكرة، ولكن لحسن الحظ الدفاع وتدخل والسقوط على أرضية الميدان للمدافع، سقوط على أرضية الميدان لمدافع نادي الساحل بالسلامة، سقوط على أرضية الميدان للمدافع. وطبعا الحكم رفقة أبوسي، طبعا يحاول الاطمئنان على المدافع طبعا، وهو بالمناسبة هذا المدافع هل هو شقالي؟ نعم هو الشقالي طبعا، لا عفوا شقالي خرج قبل قليل، ليس شقالي. إذن تلعب الكرة على الجهة اليسرى، اثنين ضد اثنين، اثنين على اثنين، ولكن الثالث كان هو الحارس بوتش اللي يتمكن من خطف الكرة، وتعود الكرة سهلة لحارس المرمى مامادو بوتش، الكرة سهلة للحارس المرمى مامادو بوتش. طبعا حتى الآن لم نشهد أي تغييرات في النتيجة، كما على حالها، كما طبعا هدفين مقابل واحد كما تشاهدون مشاهدين الكرام على الشاشة، هدفين لصالح نادي الساحل اللي بدأ بتسجيل هدف المباراة الأول، بعدها طبعا بأربع دقائق عادل نادي نواكشوط الكفة
بعد بتقريبا 12 دقيقة عاد نادي الساحل وليبصم على هدف المباراة الثاني. إذا الكرة على الجهة اليمنى لستيفن لجيرارد المختار سيتي، والكرة على الجهة اليسرى محاولة المرور ولكن تنفيذ ومحاولة ولا زالت الكرة وإبعاد الكرة، وفي الأخير الكرة خارج أرضية الميدان إلى ضربة مرمى لصالح عناصر نادي عناصر الساحل. الكرة ضربت مرمى، الكرة ضربت مرمى طبعا لصالح عناصر نادي نواكشوط، عفوا لصالح عناصر نادي الساحل، لصالح عناصر الحارس مرمى طبعا الحارس بوتش. تنفذ الكرة، الكرة بعد الكرة من جانب عناصر نادي اف سي او فريق طبعا نادي الساحل، يعني اف سي وذيب وساحل وسنيم، يعني كلهم فرق قادمة من العاصمة الاقتصادية. والسرعة المطلوبة من جانب عليون، عليون بريك ينتظر المساندة، وهي اتت المساندة، محاولة المرور، دخل على الجهة اليمنى ولكن وين رايح ولمن؟ ثلاثة لاعبين طبعا والكثرة تغلب الشجاعة، وفي الاخير الكرة افتكاك من جانب عناصر نادي كينغ نواكشوط اللي تلعب الكرة مبدأ الإسباقية والمرتدات، ولكن افتكاك بالسرعة من جانب عناصر نادي الساحل وإخراج الكرة، وفي الأخير الخطأ واضح جدا. نعم خطأ واضح جدا، وبالسلامات للاعب رقم 6 اللاعب محمد ام جي. محمد سقط على الميدان، محمد بالسلامات، يبدو أنه يتألم من الإصابة على مستوى القدم اليمنى، يبدو أنه يتألم على مستوى القدم اليمنى. بالسلامات يبدو لي أنه اللاعب يتألم كثيرا، صعب 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 جدا أن يواصل المباراة، صعب يعني أن يواصل المباراة، ولكن سنشاهد، صعب ولكن صعب جدا أن يواصل المباراة، ولكن سنشاهد. 11 و22، 11 الشيخ مادة، واللاعب رقم 22 طبعا أوسكار كاكا، لاعبان طبعا على مشارف الدخول، تغييران، دفعة واحدة من جانب المدرب، مدرب بانجا، مدرب عناصر نادي الساحل الوطنية. 11 طبعا دخل وخرج اللاعب رقم 7 اللاعب عليون بريك، لاعب عليون بريك، و 22 يدخل في محل، ياخذ مكان محمد. نعم قلت بانه لن يستطيع مواصلة المباراة، محمد يخرج ودخل للاعب أوسكار كاكا، طبعا الاسم يعني يخلط فيه يعني اسمين لنجمين عالميين على مستوى العالمي، قدم الكثير جدا سواء لكرة القدم العالمية أو الأوروبية، يعني نتحدث أولا، نبدأ بأوسكار. أوسكار طبعا اللاعب السابق لتشيلسي البلوز، تشيلسي طبعا العاصمي اللندني، طبعا رفقة كاكا والآخر كاكا الجوهرة البرازيلية، وآخر لاعب توج كان آخر طبعا كان آخر برازيلي توج بكأس أو توج بالبالندور طبعا عام 2007 آنذاك، حينما كان في ميلان آنذاك، قبل طبعا السيطرة الواضحة من جانب النجم الأرجنتيني ميسي وكذلك كريستيانو رونالدو. إذا الكرة الكروز وسهلة للحارس مرمى نادي كينغ نواكشوط، طبعا الكرة تعود من باك، أمباك تعود على الجهة اليسرى أو عفوا على الجهة اليمنى، تمرير من جانب المختار سيدي، تمرير في وسط الميدان وحاول بناء الهجمة، ولكن يصعب بناء الهجمات في ظل طبعا عدم وجود الروح الجماعية والروح طبعا القتالية من جانب عناصر نادي كينغ نواكشوط اللي بدأت طبعا بخفاض الريتم، وهذا شيء طبيعي جدا لأنه الفريق اللي يخسر الكرة دائما ما يكون الفريق اللي يتعب أكثر. ثاني ما ذاك أنه نادي
كينغ واكشوط طبعا هو طبعا الفريق اللي كان طبعا كانت لديه الافضليه بالكامات، ولكن الكره وهدف ابيض. نعم هدف ابيض واضح، تسلل واضح طبعا هدف ابيض، وكان هناك تمريره رائعه جدا على طريقه الاسطوره الجزائريه رابح ماجر، طبعا اسطوره كره القدم الجزائريه ونادي بورتو. الكره تعود من جانب عناصر نادي الكينغ واكشوط، الكينغ لا زالت تبحث، الملك ما زال يهدد، الملك لا زال يهدد، هل هناك انهزام ماذا؟ الامير يهدد الملك، الكره على الجانب الاول، انفراد وانفراد، ولكن لم يحق بالكره قبل فوات الاوان، والكره تعود الى امباك طبعا حارس مرمى نادي الكينغ. تعود الكره على الجانب، محاوله ومواصله اللعب، تغيير اتجاه اللعب في وسط الميدان، المساحه الكافيه وتغيير على الجهه اليسرى، تمرير وتمرير وانتظار، وحاولت ان يلعب الكروس والكروس، ولكن الكره بعيده، وفي الاخير الكره خارج ارضيه الميدان والى ضربه مرمى لصالح عناصر نادي الساحل. رويدا رويدا نتجه نحو ان نقول كلمه الف مبروك لعناصر نادي الساحل والقفز الى المركز السادس في هذا اللقاء، طبعا بعد الفوز في هذا اللقاء ورفع نقاطه الى 8 نقاط طبعا، ويعود كل من عناصر نادي تشجع وكذلك الواكشوت كينغ الى المركزين السابع والثامن على التوالي. الكره تعود، ولكن حتى الان لم يحدد شيء، حتى الان لا زال الامور غير محسومه. سننتظر، هل هناك تعادل من جانب عناصر نادي الكينغ، ام ان هناك رصاصه الرحمه من جانب عناصر نادي الساحل. الكرة تعود وخطأ خطأ أو عفوا لا رامي تماس من جانب عناصر نادي الواكشوط. الكرة تعود تمريرات على الجهة اليمنى، ومحاولة ويفعل ومحاولة ومحاولة الركنية، الكرة تعود ولا يزال يتابع وتمريرة، ولكن خاطئة، والبوكس يلعب الكرة بعيدة كل البعد وخارج منطقة عناصر نادي الساحل، وتذهب إلى منطقة عناصر نادي الكينغ واكشوط. الكرة تعود بجانب عناصر الساحل، تمريره خاطئه، الكره تعود على الجهه اليمنى، تمرير على الجهه اليسرى، وانطلاقه وتمرير، ولكن ابعاد من جانب المدافع طبعا، واخراج الكره وتغيير. نعم تغيير قادم على ما يبدو، ان هناك تغيير بجانب عناصر نادي كينغ. 25 طبعا لاعب 25 اللاعب مالك سال، لاعب رقم 25 مالك سال في محل طبعا اللاعب اللي يرتد رقم 6 سيدي محمد راشد، ودخول مالك سال. مالك سال سيدخل الى ارضيه ميدان ميليشن طبعا، تقديم تعال العون لرفقائه طبعا في اطار رحلتهم للتعادل في هذه المباراه، ولكن دقائق قليله فقط قبل نهايه المباراه، ولا يزال عناصر نادي الساحل هي حتى الان المتمسكه بال3 نقاط. لا زالت عناصر كينغ تبحث عن التعادل، ولما لا، لانه حتى الخساره يعني تعادل كثير من الخساره. الكره تعود من جانب عناصر نادي الساحل، اللاعب رقم 11 وركنيه، وكره بعيده وفي الاخير بجانبي وبعيده، وفي الاخير تسديده كانت بعيده جدا من جانب اوسكار كاكا، وتعود الكره وتنفيذ الكره من جانب باك حارس مرمى نادي الواكشوت كينغ. تمريره طبعا وخطا، الاخطاء حذاري من الاخطاء حذاري. الكره تعود مره ثانيه، محاوله الدخول مره ثانيه، لا زالت الهجمة، كان هناك كره، ولكن لولا القائم، لولا تطاول القائم مع نادي كينغ لكانت النتيجه 3 اهداف. طبعا كانت تسديده رائعه من جانب اللاعب كاكا اوسكار كاكا. الكره انطلاق على الجهه اليسرى، حذاري يا سيدي المختار، حذاري، ماذا يفكر سيدي المختار؟ تغيير على الجهه اليمنى، الكره كنترول، يتابع وتمرير، ولكن افتكاك من جانبي، ولكن افتكاك وعوده مره ثانيه،
التقدير الابيض الاول، التقدير الابيض الاول، التمرير من جانب القائد، ولكن القائد حتى الان لم يعرف حتى الان كيف يقود السفينه، كيف يقود السفينه. لا زالت الكره على الجهه اليمنى تعود الى المناطق الخلفيه من جانب عناصر نادي الكينغ. التمرير الواحد والثانيه، يلا على الثالثه، يلا الثالثه، الثالثه، يقرر الكروس على ما يبدو، الكروس وبعيدها، وفي الاخير الكره الى ركنيه، الكره الى ركنيه. شايت معي التمريره طبعا، وشايت معي التسديده الماضيه من جانب تسديده فقط، ما شاء الله تسديده كانت رائعه جدا، ولكن لولا القائم. الكره ركنيه وبعيده وتسديده، ولكن حذري، لا زال الخطر، لا زال الخطر، ولكن سهله سهله، ولكن لا زال الخطر قبل ذلك، ولكن سهله من احضان الحارس بوتش. الكره سهله من احضان حارس المرمى طبعا، الحارس مامادو بوتش. كم من دقيقه؟ خمس دقائق، خمس دقائق كوقت بدل ضايع يحتسبه طبعا حكم المباراة، الحكم المباراة طبعا، الحكم او حكم المباراة الرابع، والحكم ديا سيدو يحتسب اربع دقائق كوقت بدل ضايع. اذا الكرة تخرج الى رمي التماس، وقبل ذلك سقوط لبوتش. بوتش على ما يبدو انه، على ما يبدو الحكم يشير الى، يأمر بدخول طاقم الطبي لتقديم الإسعافات الأولية، ولكن احنا لبوتش أن يقوم الحكم بإعطائك الكارت الأصفر، وهو في هذه الفترة يسمى بهدية العيد وحذاري. إذن سقوط لحارس المرمى، الحارس بوتش، ما شاء الله الحارس بوتش، اكتشاف جديد لنا طبعا. الحارس بوتش رفقته أمادو فال طبعا، حارس نعم، يبدو لي أن الحكم قرر يعطاك الهدية، وهي الكارت الأصفر، الهدية نعم، وهدية واضحة جدا، يعني ضيعت دقائق أكثر وبالتالي تأتيك الكارت الأصفر، يعني نفس هذا، نفس طريقة طبعا تحصل عليها حارس مرمى تفرق زينة البارحة، الحارس الناموري دياو طبعا، حينما تلقى بطاقة صفراء من جانب طبعا حكم لقاء البارحة مباراة تفرق زينة مع نادي الكونكورد. الكرة تعود مرة ثانية، محاولة المرور وخطأ، نعم خطأ، خطأ لصالح عناصر الساحل، خطأ لصالح عناصر الساحل طبعا، الحكم الخطأ يحتسب على لاعب كاكا أوسكار، وتغيير أخير من جانب عناصر الساحل، ودخول اللاعب رقم 8 مامادو تيام طبعا، دخول للاعب رقم 8 مامادو تيام. ومن سيخرج؟ من سيخرج؟ يخرج اللاعب رقم 10 احمودي الكويري يخرج ودخول طبعا من جانب مامادو تيام، لاعب رقم 8 مامادو تيام. إذن ستنفذ الآن الكرة الثابتة، الخطأ طبعا، نعم الخطأ، ليس هناك أحد بشري، أن هذه الكرة في منطقة وسائل، إذن تنفذ الكرة وإبعاد مرة ثانية الكرة للجهة اليسرى بجانب عناصر نادي الساحل، وحاولت التمرير بالكعب ولكن لم تنجح، وفي الأخير المرتدات القاتلة، وخروج لبوتش، حذر يا بوتش، ولكن الأقرب يا بوتش، التمرير على الجهة اليسرى ومحاولة المرور وخطأ، الحكم لا يشير إلى شيء، يشير إلى مواصلة اللعب والتمرير على الجهة اليسرى ومحاولة، ولكن حذر من السرعة، وفي الأخير الكرة خارج أرضية الميدان، وإلى ضربة مرمى لصالح عناصر، أو عفوا رمي التماس لصالح عناصر نادي كينغ الوركشوب. الكرة تبدأ الكرة، إبعاد الكرة من جانب حارس مبوك طبعا، حارس نادي كينغ الوركشوب، وتعود وإلى ضربة مرمى، أو عفوا إلى رمي التماس لصالح نادي كينغ الوركشوب. مستنى في الكرة مرة ثانية، تمريرات طبعا في
في وسط الميدان محاولة البناء الهجمة، ولكن احذروا من الختام، احذروا من النهائي، احذروا من الدقائق الأخيرة. محاولة من جانب كاكا، أوسكار يتابع أوسكار التمرير، ولكن الكرة لم تكن دقيقة، وبالتالي الكرة تعود والسرعة المطلوبة وبالرأس. خلاص بوتش، ما شاء الله بوتش تشعر، وعلى نادي الساحل ما شاء الله يلعب ب 12 لاعبا ما شاء الله بتدخلات الفعالة من جانب الحارس بوتش. الكرة تعود من جانب راس نادي الحرس، وعفوا من جانب راس نادي الساحل. الحرس سيلعب بعد دقائق قليلة، سيدخل المباراة في درب العسكر بينه وبين الشرطة، وهناك تسلل. نعم تسلل واضح، نعم تسلل واضح جدا، تسلل واضح جدا، ولم تتبقى دقائق. الحكم المباراة سيعلن عن نهاية المباراة بعد دقائق قليلة، سيعلن عن نهاية المباراة طبعا بعد دقائق قليلة. والحكم لا يشتري لا شيء بواسطة اللعب. عموما نقول الآن ألف مبروك من جانب عناصر نادي الساحل التي ترفع رصيدها إلى 8 نقاط طبعا، ولتقفز من المركز الأخير إلى المركز السادس طبعا، بينما تراجع نادي كينغ روك شوت إلى المركز الأخير رفقة مركز السابع لصالح فريق تشكشا، بينما عناصر نادي الساحل تقفز إلى المركز السادس مرة أخرى. على الأقل هي حققت الأهم بأنها ضمنت رسميا التواجد في بطولة الدوري الموسم القادم. إذن على ما يبدو الحكم المباراة محمد حيدر سيصفر بعد ثواني. نعم سيصفر بعد ثواني، ولكن سنتابع بعد ذلك. قبل ذلك سنتابع محاولة ومرور وتمرير ومحاولة وتضييع بعض من الوقت. الحكم لا يقول ما فيه والو، ومواصلة اللعب. تلعب الكرة بجانب المختار سيتي الذي لم يجد كيف يقود سفينة فريقه في هذه الليلة. إذن سيداتي أنساتي سادتي طبعا، الحكم لقاء يضع الصافرة طبعا نصب عليه، وبالتالي سيصفر بعد لحظات. إذا نتابع الكرة مرة ثانية، تمرير على الجهة اليسرى، محاولة وإعادة الكرة إلى وسط الميدان، ونهاية المباراة سيداتي أنساتي سادتي. حكم المباراة محمد حيدر يشير إلى نهاية المباراة بتفوق لنادي الساحل بثلاث نقاط والقفز للمركز السادس. ألف مبروك لنادي الساحل وهارت لنادي كينغ روكشوت الذي يتكبد الخسارة في هذه المباراة طبعا، وفي انتظار طبعا ماذا سيحدث في الجولة القادمة. وإلى هناك وإن يجمعني وإياكم لقاءات قادمة بحول الله وقوته، أستودعكم الله، ولا تنسوا الدعاء لإخوتنا في فلسطين وغزة، دائما عاصمة لفلسطين دائما وأبدا.